أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم في قناة البروفيسور. معكم مسيو فيكتور فاروق، كبير معلم اللغة الفرنسية شمال القاهرة، معد ومقدم برنامج اللغة الفرنسية للثانوية العامة بالتلفزيون المصري. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الرابع من المراجعة الخاصة بامتحان الترم الأول. وطبعا احنا بنكمل مع بعض الجرامير، لأن احنا كنا عملنا جزء قبل كده خاص بالجرامير، دلوقتي هنكمل مع بعض بقية الجرامير أو الفيديو التاني من القواعد الهامة. طبعا بنفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتساعدك في المراجعة. هنكمل مع بعض. بنقول les adjectifs possessifs اللي هي صفات الملكية. كلنا عارفين ايه هي صفة الملكية، اللي هي بتوضع امام الكلمة اللي بتوضع امام اسم المملوك لتنسب ملكيته لشخص ما او جماعة ما، سواء متكلم او مخاطب او غيره. الجدول اللي قدامنا ده كله لازم ناخد بالنا منه كويس، لازم نربط ما بين المالك وايه الادوات اللي انا بستخدمها معاه، كمان متى استخدم كل اداة من هذه الادوات. فكل بيان على هذا الجدول المفروض ان ليه دلالة عندي ساعة ما اجي احل الامتحان او احل السؤال في الامتحان. فعندنا المالك طبيعي اللي هو جو او تو، ايل وال، نو وان. طبعا انت بتتساءل هو انا حاطط ان هنا ليه؟ كان المفروض انها تتحط مع الايل والال. الان او هذا الضمير يوضع مع الإيل والال إذا كنت بصرف فعل، فهو بياخد نفس تصريف الأفعال مع الإيل أو الال، لكن هنا أنا بعامله معاملة النو في صفات الملكية، لأن هو معناه نو أو معناه نحن، فبالتالي صفات الملكية اللي هي بتمشي مع النو أنا بستخدمها بنفس الحال مع الضمير أ. بعد كده عندنا فو وإيل وال افيك اس، عارفينهم طبعًا، أنا وأنت، هو وهي، نحن، أنتم، هم هن. ده المالك اللي منتظر، وده اللي بيجي لك في الإيه؟ في الامتحان يجي لك الجملة، بتدور الأول على المالك، يعني هل المالك جو ولا تو ولا إيل ولا أل وهكذا. دي أول خطوة. تاني خطوة بتفكر في صفات الملكية اللي موجودة مع المالك اللي موجود في الجملة. يعني لو كان المالك جو يبقى أكيد معاها ما أو ما أو مي. طب لو الملك فو يبقى هي يا فوتر يا فوتر يا فو وهكذا. يبقى الترتيب في الوصول للحل بناء على الجدول بالظبط، ان الاول بفكر من هو المالك، ده بسال نفسي السؤال ده وادور عليه جوه الجمله، الجمله فيها الملك جو او تو او الى او ال وخلافه، ثم لما بوصل للمالك اللي موجود في الجمله وليكن تو اختار ابقى عارف الصفات الملكيه اللي موجوده معاه. طيب انهي واحد من صفات الملكيه المناسبه اللي المفروض ادخله في الجمله؟ يبقى بناء على المملوك. فلو كان المملوك مفرد مذكر بيكون الخانه ديا، لو كان المملوك مفرد مؤنث بيكون الخانه دي، لو كان جمع بنوعيه انا بتكلم عن المملوك، خدوا بالكم اهو المملوك بيبقى احد صفات الملكيه دي. وطبعا الجزء الاخير ده هو عمليه توضيحيه مش اكتر، اللي هو المقابل للايه؟ لصفة الملكية في اللغة العربية الياء، طبعا اللي هي بتستخدم مع كلمة أنا بيقابلها حرف الأم زي ما احنا شايفين، والكاف اللي هي مع كلمة أنت بيقابلها حرف التي، والهاء اللي هي مع كلمة هو وهي يبقى المفروض إن هي بستخدم حرف الأس، نا اللي هي الجزئية الخاصة بالملكية اللي بتضاف في حالة نحن لما يكون مالك بيقابلها الأن أو. الكاف والميم اللي هي الإضافة الخاصة بالملكية مع كلمة أنتم يقابلها في أو، وهم وهن اللي هي الإضافة الخاصة بالملكية على المملوك إذا كان إذا كان المالك إيل وآل أفك أس، وهي في الحالة دي هتبقى لير. طيب ده ما هو إلا عملية توضيحية لصفات الملكية. نرجع بقى نقول الجو معاها الأم أساسي، أنا عرفت إن في الجملة فيها عندي الملك هو جو اللي هو أنا. طيب الأم أساسي اللي هي قلنا المقابل في اللغة العربية، لكن عندي ثلاث صفات ملكية ما وما ومي.
أنا بختار أحد هذه الصفات ليس بناء على المالك، لأ بناء على نوع وعدد المملوك. فلو كان المملوك مفرد مذكر زي كلمة ليفر بحط له ما، طب لو كان المملوك مفرد مؤنث زي كلمة جم اللي هي استيكة بحط لها ما، طب لو كان جمع بنوعيه بحط له ايه كلمة مي. وده بينطبق على كل صفات الملكية فيما بعد. فهتبص تلاقي تو تان وتا وتي، إيل وقال معاها سان وسا وسي. طبعا ده راجع لحرف الملكية الثابت مع كل مالك، وهو الأس هنا مع الإيل والقال، والتي مع التو، والأم مع الجو. تيجي عند النو أو الآن وبفكر بيها تاني أو بفكركم بيها تاني، هتلاحظ ان ايه حالة المفرد بستخدم فيها نطر ونطر، ما بيفرقش بقى ما بين مفرد مذكر ومفرد مؤنث ونو. يبقى اذا هي اتنين، نطر ونو زي نطر ليف ونطر جام، ده لانه مفرد مذكر ومؤنث، والنو للجمع بنوعيه. تعال عند الفو، الفو هفتكر الفي او اللي هي اهي موجوده، فهتلاحظ ان هي فوتر للمفرد وفو للجمع، ما بيفرقش برضو ما بين المذكر والمؤنث في حالة المفرد، فهنا فوتر ليفر وفوتر جام. لما جيت عند هنا قلت فوليف. تعالى عند الايل والال افيك اس، اداه الملكيه بتبقى كلمه مكتمله اللي هي لوغ، فلوغ في حاله المفرد للمفرد المذكر المفرد المؤنث، يبقى لوغ ليفر لوغ جوم، ولوغ افيك اس بتبقى لوغ جوم بحرف الاس. طبعا في ملاحظات هاخدها خاصه على المالك المفرد، يعني هتلاحظ فيما بعد ان انا هتكلم على ما ساعات بتحل محل ما، وتون بتحل محل تا، والسون بتحل محل سا فقط لا غير. امتى؟ لما يكون المملوك المفرد المؤنث يبدا بمتحرك. انتم ملاحظين هنا المفرد المؤنث يبدا بايه؟ بساكن وهو حرف الجي. لكن لو فرضنا ان هو يبدا بمتحرك زي كلمه امي، ما بستخدمش ما، بستخدم ما، ودي هنشوفها في السلايد اللي جاي. فهنا قلت بعض الملاحظات. طبعا يجب تحديد المالك، أو احنا قلناها لازم اقول انا هو مين المالك في الجملة، انا ولا انت ولا هو هي وخلافه، اختيار حرف الملكية المناسب وده اللي عملناه، وبعد كده تحديد نوع وعدد المملوك، وليس لي دعوة بعدد ونوع المالك، المالك خلاص دوره انتهى، يعني بعرف المالك ايه والاداة ادوات الملكية اللي معاه، ثم ابتدي اختار ما بين ادوات الملكية اللي هي صفات الملكية بناء على نوع وعدد المملوك. هنبص كده، هتبص تلاقي استخدم اللي هي ما وتون وسون بدلا من ما وتوسا امام الاسم المفرد المؤنث الذي يبدا بحرف متحرك، ماشي؟ اللي هي ايه هي الحروف المتحركه؟ ا و او و اي و او و اي وكمان الاش. تعالوا نبص كده، المفروض اقول جو في ا ما ايكول على اعتبار ان كلمه ايكول مفرد مؤنث، لا ما ينفعش ابدا، فبضطر ان انا استخدم ما، لإن طبعا ما ينفعش إن هنا ما كنهاية بحرف متحرك وبداية الاسم حرف متحرك فبستخدم ما، إحنا عارفين كلمة إيكول مفرد مؤنث فهي مدرسة. تعال بص هنا برضه، علي صور افيك سامي، لا ما تنفعش، لازم أحط سان أمي، لأن أمي مفرد مؤنث أي نعم، لكن تبدأ بمتحرك ما ينفعش إنها تقابل إيه الصا، فبالتالي بستبدلها بكلمة سان. بعد كده اهو صفة الملكية تتبع دائما المملوك اللي هو الاسم التالي لها اللي بيجي وراها اللي هو بيجي بعد النقط، ما تنساش الكلام ده، في النوع والعدد مالهاش دعوة بالمالك، هي بتتبع المملوك. طيب علي بارل ا سا سير، هنا المالك علي وهو مفرد مذكر مالهاش دعوة، مش بناء عليه انا اخترت سا، سا دي مفرد مؤنث، لان اللي جاي وراها مفرد مؤنث وهو المملوك. أنا كل اللي بعرفه إن علي بتساوي إيل، فبيبقى معاها سان وسا وسي، أختار ما بينهم إزاي؟ المملوك عندي مفرد مؤنث فأختار سا. أيوه. أما أقول فريدة برون سون ليفر، فريدة بتأخذ كتابها. فريدة المفروض إن هي كمالك مفرد مؤنث. لكن أنا مختار سان، وسان دي مفرد مذكر، هي ماسكولين سنجولييه. ده بناءً على المملوك. إذا أنت ما تخرجش بره عن نطاق الجملة، إن لما يكون عندي نقط أبص للي بعد الإيه النقاط، ده مفرد ولا جمع مذكر مؤنث. أمال إيه دور المالك؟ المالك بيحدد لي الصفات اللي بتتماشى معاه أو اللي بيستخدمها عشان ينسب ملكية الشيء له.
فاحنا فريده بتساوي ال معها سون وساوي سي، لكن انا هختار اني واحده فيهم بناء على ان كلمه ليفر مفرد مذكر فاخترت سون، في حين ان الملك مفرد مؤنث ملياش دعوه. يبقى انا بختار نوع وعدد صفه الملكيه بناء على الاسم المملوك اللي جاي وراه. طيب نكمل كده، هناخد الجمع والمفرد لو سانجيليي اي لو بلوريال. في بعض الملاحظات في الجمع والمفرد نفهمها كويس. احنا عارفين ان الاسم ببساطه عشان خاطر نحوله من المفرد للجمع بيجي في نهايته ايه، او بنحطه في نهايته اس، زي الكلمه دي ليفر حطيت في نهايتها ليفر بالاس. طب برضو الصفه بتجمع بنفس الشكل، بوتي حطيت في نهايتها اس بقت بوتي بس نهايتها اس، ودل على الجمع. ماشي، لكن اخد بالي بقى اذا كان الاسم والصفه ينتهي بالزد الاس الاكس يبقى كما هو، يعني دي لو كانت منتهيه في حاله المفرد بهذه الحروف زد اس اكس يبقى ما بغيرهاش. فبص كده، عندك كلمه فيس يعني ابن، حطيتها زي ما هي في حاله الجمع ما غيرتش فيها حاجه لان الاس اساسا علامة الجمع. امال ايه اللي بيحصل؟ انا بغير الاداه اللي بتسبقه. هنا لو كان بقصد بيها المفرد مثلا وهستخدم اداه نكهه هقول ان انفيس، انا ممكن لو هنا في حاله الجمع اقول ديفيس، بس هي كلمه واحده يعني لا تتعدى. طبعا عندك كلمه اروى هي صفه، ها اللي هي سعيد. اذا لو الصفه زي كلمه ارو بتنتهي بالاكس انا بابقي على الصفه كما هي في حاله الايه الجمع، طبعا مع الوضع في الاعتبار ان انا بغير الايه؟ بغير الاداه اللي بتسبق الصفه من المفرد الى الجمع. طيب برضه عندنا كلمه ني على سبيل المثال، لو كانت منتهيه بالزد انا ما بضيفش عليها حاجه، وني بالمناسبه بمعنى انف. ماشي، تعالوا بعد كده اذا كانت الصفه تنتهي او الاسم بينتهي بحرف الاو انا بحط لها اكس في النهايه، هي ما عدا حاله واحده اللي هي كلمه بلو. بلو يعني ازرق، بتنتهي اللي هي كالون، بتنتهي بحرف الاي بس انا بضيف لها اس. المهم ان دي يعني الحاله العامه، ان لما يكون منتهي بالاكس بضيف لها، منتهي بحرف الاي بضيف لها حرف الاكس، زي كلمه تابلو فانا بحط عليها في الاخر اكس، تابلو افيك اكس على فان باكس في النهايه. بو بمعنى جميل، اي بو بالاكس، طبعا تابلو معنى سبوره او صوره. طيب تعالوا بعد كده، لو الاسم او الصفه ينتهي بالا ال او الا اي ال احولها لا اي اكس في الجمع، زي جورنال هي الجريده بقت جورنو اهي نهايه اي اكس، يبقى خد بالي كويس ان هي الاكس اهي حطيناها بس ما حطيناش على ال، لا احنا غيرنا في النهايه وعملناها اي اكس. طيب ترافاي معنى عمل، ماشي، يبقى انا هحولها لترافو اي اكس عشان الـ اي ال تتحول لـ اي اكس بقت ترافو. هنكمل مع بعض نشوف كده. في بعض الملاحظات على الجمع، اسماء الالعاب الرياضيه والمواد الدراسيه والاماكن ووسائل المواصلات لا تجمع، ازاي؟ نشوف كلمه شيك اهي، ماشي، شيك دي ما بتتغيرش، لا هي صفات واسماء لا تجمع. طيب مارون يمكن لفتنا نظركم ليها قبل كده، قلنا كلمه مارون اللي هي بني لا تجمع ولا تتغير في حاله ما بين المذكر والمؤنث، زيها زي كلمه ايه اورانج. طيب كاسكروت دي بمعنى ساندويتش، هذه الكلمه في حد ذاتها لا تجمع، يعني عايز تقول ان كاسكروت بتتكتب كده، كاسكروت واحد يعني ساندويتش واحد، دي كاسكوت بتكتب كما هي برضو. طيب اورانج قلناها اللون البرتقالي مش البرتقالات، انا بتكلم على البرتقالي. ماندارين، ماندارين برضو المفروض ان كلمه ماندارين بمعنى اليوسفي، بس طبعا هنا بنقصد بيها اللون برضو اللي هو قريب من البرتقالي، يعني المقصود بيها اللون. لسيالي اهملوا، دي بتطلق بمعنى عام، لا سواء تهمل شيء او تهمل اشياء
لا تجمع. سيتران، سيتران وهو الليموني اللي هو اللون بتاع اللي هو اللون الاخضر او الاصفر شويه. طيب اوليف، اوليف المفروض ان هي بمعنى زيتون بس نقول زيتوني. اذا ناخد بالي ان هي لو وقعت كصفات لا تجمع. في اسماء شاذه في الجمع لسه قايلين عليها دلوقتي. احنا قلنا الاسم اللي بينتهي بحرف الاي بحط له اكس ما عدا كلمه بلو، ويمكن لفت نظركم ليها. بلو يعني ازرق، اهي بلو حطيت لها اس. كارنافال هذه الكلمة المفروض الا ال بتحول لأ يو اكس، لكن لا هنا بالنسبة لكلمة كارنافال اللي هو مهرجان تبقى على حالها واضيف لها اس. الجمع بتاع كلمة جران بير، جران بير يعني الجد، بقول جران بير بحط اس هنا واس هنا. طب كلمة شاكال، شاكال اللي هو ابن اوى نوع من انواع الحيوانات طبعا، ها فبيتحط لها اس. فيستيفال، فيستيفال اللي هو مهرجان برضو بحطها بالاس. احسن عندي كلمتين كارنافال وفيستيفال، الاثنين دول بيتحط لهم اس ولا تحول الا ال للاي اكس ابدا. لما كده قلت برضو على كلمه جران بير حطيت لها اس هنا واس هنا، جران مير حطيت لها اس هنا واس هنا هو. خلاص يبقى كده احنا فاهمين بنعمل ايه. نخش بقى على حروف الجر. حروف الجر دي ناخد بالنا منها كويس لان حالاتها كتيرة. اولهم حرف الجر اللي هو الاو ان ده. حرف الجر ده انا بعتبره ملك حروف الجر. ليه؟ حالات كتير ليه بس لازم اعرفها، وهي دي اللي انا بسأل نفسي في كل مرة ايه الحالة الخاصة بالجملة وبناء عليها بختار حرف الجر المناسب. فهنا في ملحوظة مهمة ان ناخد بالي ان الاسم الذي يأتي بعده لا يسبق اي محدد او اداة او صفة، يعني مفيش صفات ملكية، صفات اشارة، ولا اي حاجة، ولا ادوات التعريف اللي هي لو لو قال ابوستروف ولي، ولا كلمة او ان ودي، ولا اي حاجة يكون منه للاسم مباشرة. وده مؤشر كويس. يعني بص هنا مفيش اي حاجة امام كلمة ايجيبت او اوروب او انجلي او كوتا، اذا منه للاسم على طول. يبقى انت لما تبص ولقيت الكلمه اللي موجوده بعد النقاط مفيش قبلها اي محدد، يعني اي اداه زي اداه نكره او اداه معرفه او خلافه، تعرف ان اغلب الظن حرف الجر بتاعي بيكون بس لازم اعرف برضو استخدامات اون كلها. استخدام اون بمعنى ايه لو في امام الدول المؤنثه اللي هي عاده بتنتهي بـ، زي Je vis en Égypte. أسكن في مصر. طب أمام أسماء القارات كمان. La France est en Europe. فرنسا تكون في أوروبا. طيب المواد الدراسية عند التقييم. يعني إيه عند التقييم؟ يعني لما قيم يعني أقول أنا قوي أنا ضعيف و و و إلى آخره. عادل إيفور en anglais. En anglais. خلاص؟ يبقى احنا كده اهو فاهمين. طيب لما بص هنا للمواد الخام، يعني انا لسه بلفت نظركم ان قدام الماده الدراسيه حطينا ما يطلق عليه الماده عامه بستخدم قدامه حتى المواد الخام، يعني مصنوعه من كذا. فما اقول بمعنى من اللي هي امام الماده الخام. اما اجي اقول سات شوميز est en coton، يعني هذا القميص يكون من القطن. est en coton. طيب برضو عندك كلمة بواسطة أو بي أو داخل المواصلات. لما أقول مواصلة بس أنا في داخلها، حتى قريبة من كلمة إن بالإنجليزي، إن يعني في داخل، فأي مواصلة بركب بداخلها بستخدم كلمة ودي معناها بواسطة أو بي. زي مون بير فا او ترافاي ان تاكسي، والدي يذهب الى العمل ان تاكسي بالتاكسي او بواسطة التاكسي. طيب قدام بعض الاماكن واشهرهم اللي هي كلاس، فهي بمعنى في،
زي اول لما تشوف كلمه كلاس استخدم قدامها اه مباشره، خد بالك وما يكونش بينها وبين كلمه كلاس اي اداه، لان لو في اداه هستخدم حرف جر تاني اسمه دون، يعني في يبقى دون لا كلاس حطيت لا، لكن انا بقول اون كلاس. وخدوا بالكم من دي بتيجي دايما، ان لو كان كلمه كلاس ما فيش قبلها اي محدد يعني اي اداه يبقى هضطر ان انا استخدم اون. اما اذا استخدمت امامها اداه زي لو ولا ولا ابوستروف ولي، لا احنا قلنا الادوات اللي بتوضع امام الاسماء، وطبعا بالنسبه لكلمه كلاس هستخدم لا بالتحديد، يبقى انا في الحاله دي انا هستخدم بدل اون هستخدم دون، وهنشوف هذا الحرف الجر هو معنى برضه بمعنى فيه. يبقى لي زيلاف سون تون كلاس، التلاميذ بيكونوا في الفصل. دي بقى اللي تهمني قوي الحاله دي اللي هي بمعنى فيه امام الشهور والسنين، وانا بستخدمها دايما للتعبير عن تاريخ ميلادي. اما اجي اقول جو سوي ني ان جوان، ان جوان يعني في يونيو، او الجملة اللي جاية دي بقول ان 2030 يعني في 2020 جيري اروم سأذهب إلى روما، هنا دي عام. طيب بعد كده عندنا أمام فصول السنة عاد الربيع، الربيع بحط قدامه حرف جر تاني اسمه أو، اللي هو كنا أشرنا ليه قبل كده اللي هو المدغم اللي هي مكان الأو اللي بتبقى أو اللي هي أيو. طب هنا انيفير يعني في الشتاء، il fait froid، الجو بارد، en hiver il fait froid. كده كلامنا واضح بالنسبة لاستخدام حرف الجر. أوصيكم بالآتي، قبل ما تستخدم حرف الجر شوف الأول الجملة فيها إيه. ده هنا في نقط هتبقى موجودة، الاسم اللي جاي بعد النقط دي ما فيش قبليه أي محدد أو أداة، جميل، وأنا محتاج حرف جر هنا أهو. طيب قبل برضو ما استخدم اتاكد هل هي دولة، هل هي قارة، هل هي مادة دراسية، حالة التقييم، التقييم يعني قوي او ضعيف او متوسط او ما الى ذلك، هي كلمة التقييم، لان كلمة فور بمعنى قوي وعكسها كلمة فابل، وهكذا، والمواد الخام وما الى ذلك، او وسيلة مواصلات انا بركب بداخلها، او الفصل ودي انا منتظر انها تجيلكم باستمرار، او اذا كان بتكلم على تاريخ ميلادي او تاريخ ايا كان بوضعه امام ايه، حرف جر وضعه امام اسم الشهر او امام السنة او امام فصل من فصول السنة. تعالوا نبص على الا والاو والالا والا ال ابوستروف والايكس. احنا اخدنا حروف الجر دي، وهنا دي حروف جر مدغمة اللي هي الاو والاو. لما قلت المفرد المذكر ليأتي أمام اسم مفرد مذكر يبدأ بساكن المفروض أستخدم أ ولو، مفيش حاجة اسمها أ ولو، بعمل عملية إدغام يعني جمع الأداتين في أداة واحدة بتبقى أو، دي بتوضع أمام المفرد المذكر. الإدغام برضو بيأتي في حالة الجمع اللي هي أو اللي هي أر إكس بتبقى أ ولي، ودي أنا أشرت إليها في الفيديو السابق، أ ولي بيدغموا مع بعض وتبقى أر إكس. طيب تعال نشوف يعني بيجمعوا مع بعض، تعال نشوف هنا المعاني او الحالات اللي بستخدم فيها الاكسون او مشتقاتها. هي بمعنى الى او في امام المدن، ماشي، كل المدن بتاخد اكسون ما عدا القاهره والفيوم، ماشي، فهنشوف كده هو وسيناء وسيناء طبعا. طيب مون اونكل ايه تا باري، باري في باريس، اهي مدينه من ضمن المدن. طيب مش دولة بقى، الدولة كنا بنستخدم قدامها دي مدينة. طيب ما فامي في او كير، القاهرة، عشان احنا عادة بنقول لو كير، طبعا او لو ما تنفعش بعملها او كير. طيب امام الدول المذكر اللي هي ما بيكونش عادة في نهايتها حرف الاو ما عدا كلمة هولندا، هولندا نهايتها او وهي مذكر، فانا بقول هنا عثمان في او سودان، او سودان. احنا كنا قلنا لو كانت الدولة مؤنثة زي ايجيبت بحط قدامها ان اللي هي الاو ان، لكن هنا الدولة مذكر فبحط قدامها او اللي هي الا او. طيب الاماكن، ما ها فا او سينما، او سينما، طيب جميل جدا، سينما او مكان، والمفروض ان هو ايه مفرد مذكر اللي هي دار السينما.
هيبقى امام فصل الربيع فقط. احنا قلنا بقيه فصول السنه بيتحط قدامها فصل الربيع بحط قدامه او بسبب ان هو يبدا بحرف ساكن. بقيه فصول السنه اللي هو الايفير الشتاء بيبدا بحرف الاش المي والايه والاي يعني بيبدا كانه بيبدا بمتحرك. وعندك ايتي اللي هو الصيف يبدا بمتحرك. وبعد كده هو انا عندك اوتون اللي هو الخريف يبدا بمتحرك. فبستخدم له ان اللي هي الاو ان اللي هي الحرف الجر السابق. اما برينتون فهو فصل واحد او الفصل المميز في السنه ويبدا بالبي يبقى استخدم او اللي هي ايو او برينتون اي في بو في الربيع الجو جميل. طيب بعد كده هو انا بستخدمها بي او فوق المواصلات. في مواصله انا بركب فوقها مش داخلها. لما كانت داخلها استخدمت اون اللي هي الاو ان اللي هو الحرف الجر السابق. هنا فوقها افتكر ان الاكسون عليها ايه اكسون اهي يعني فوق المواصله. فكلمة فيلو يا موجه في او ليسي افيلو افيلو يعني بالدراجة. بعد كده هو في حالة استخدامها للايه توجه الحديث لاشخاص معين ماشي. فهنا بقول الى اما اقول لبروفيسور بارل علي يتحدث الى علي يبقى هنا هو بحط هنا اهو امام الاسم العاقل. جينا برضو للدو والدو والدلا والدو الابوستروف والدي. برضو ديا فيها عملية ادغام اللي هي دو والدي ماشي. دول حروف الجر دي بمعنى عن او من وجت قبل كده بمعاني اخرى اللي هي ادوات التجزئة وهكذا. وكلمة دي كانت من ضمن ايه من ضمن ادوات النكرة وخلافه. لكن انا هتكلم هنا عن الدو بمعنى عن او من كحرف جر. برضو انا بطبق عليها نفس القاعدة اللي هي عملية الادغام. الادغام زي ما قلنا وبعيد تاني انها لا تتم الا في حالتين. اول حاله اللي هي المفرد امام اسم مفرد مذكر يبدا بساكن وفي حاله الجمع بنوعي. هي المفروض هنا كانت دولو بس مفيش حاجه عندي اسمها دولو لازم تدغم ويتحط ايه دو. وهنا كانت دولي مفيش حاجه اسمها دولي تدغم ويتحط دي. طيب دول بمعنى عن او من. طبعا امام جميع الدو سامي فيان دو لا فرانس ياتي من فرنسا. لو سودان اي بري دو ليجيبت السودان قريبه من مصر لليجيبت. اما دو طبعا معروفه ان هي مع امام الاسم المفرد المذكر اللي يبدا بساكن. فهنا سمير اي دو كير دو كير يعني من القاهره ماشي. عشان كده قلت امام ايه جميع المدن بستخدم هذه الادوات برضو بس طبعا على حسب المعنى. بقول جاي يكون من ماشي ياتي من هذا المعاني. طيب جو بارل دو نبيلة انا اتحدث عن نبيلة لان برضو بفكركم الدو بمعنى عن او من. طيب لو بير دو نبيل ده اسلوب اللي هو اظهار المالك هنا هو او بنسميه التعريف بالاضافه اللي هو والد نادي. فهو لو بير دو نادي ماشي. دي بنستخدمها زي لو ليفر دو فرونسي او خلافه. بستخدم كلمه دو في حاله الايه هنا انا بظهر والد مين يبقى التعريف بالاضافه. ايه ميدسان لو بير دو نبيل ايه ميدسان. بعد كده هون اما اقول نوبلي با لا تنسى دو فونير ان تاتي تيجي بمعنى ان امام الافعال ولازم يجي الفعل وراء في المصدر. devenir à la fête لا تنسى ان تاتي في الحفل. نكمل هنا بقى حروف الجر دي ملهاش حالات شاذه بقى ولا ادغام ولا خلافه. ده حرف جر واضح وبيجي ثابت الشكل من اول هنا. دام بمعنى في بس بشرط ان بيجي الشيء اللي جاي وراها او المكان اللي جاي وراها يكون قبليه اداه. لو ما كانش قبليه اداه بنحط لو كان كلمة كلاس ما ننساش. زي في داخل أمام اسم المكان وما ننساش إن في أداة أمام اسم المكان. نجو با دون لا ريو لا تلعب في الشارع. طيب في خلال جاريف دون تروا جور ده بيجي وراها مدة زمنية. دون تروا جور يعني في تلات أيام يعني في خلال تلات أيام. جميل جدا. يبقى عرفنا إن هي بمعنى في. ماشي؟ نخش هنا على كلمة بور دي لأجل اللي هي السببية معناها لأجل. زي ما أجي أقول هنا هو سوكادو إي بور ما ماج لأجل والدتي هذه الهدية لأجل والدتي.
Je vais au stade pour jouer. لو جه وراها فعل لازم يتوضع في المصدر، يعني اخد بالي لو في فعل في المصدر انا بكمل بقول je vais au stade pour jouer. pour jouer زي ما قلت، خد بالك ان ده مصدر، يعني اي فعل هياتي في المصدر يبقى اكيد قبليه حرف جر او قبليه فعل اخر مصرف. بس طبعا احنا مش بنصدد الكلام عن الحته دي، احنا بنوضح هنا حروف الجر. حرف الجر لو جاء بعده فعل ياتي في المصدر، عشان كده بقول لكي امام مصدر لفعل. طيب cette visite est pour deux jours، لمده يومين، يعني ممكن يجي وراها ايه مده برضه. طيب نرمين بارتيرا بور باري، يعني برضه تيجي بمعنى لاجل او في الايه في اتجاه مدينه او مكان معين. طيب je suis pour cette idée، ده تعبير بنستخدمه في اللغة العامية اللي هي لأجل، أنا أكون لأجل هذه الفكرة معناها أنا مع هذه الفكرة، يعني مؤيد ليها. بس طبعا اللي يهمني أكثر شيء يهمني هما الحالتين دول اللي هي لأجل، ها ها، ويجي وراها فعل في المصدر أو يجي وراها اسم كيفما تكون. طيب شيء بمعنى عند، شيء بمعنى عند لازم يجي وراها عقل مفيش فيها كلام، او يجي وراها ضمير توكيدي، يعني ممكن اقول شي موا عندي في البيت ودي بتعني المنزل. اما اقول جو في شي لو ميدسان، انا اذهب عند الطبيب ماشي، او الباتيسيي ماشي. المهم ان المكان اللي انا رايحه او الشخص اللي انا بتكلم عليه ده يعتبر مكان. طبعا شي لو ميدسان مقصود بيها ايه؟ المقصود بيها عياده الطبيب. كلمة افك معناها مع، لو جه وراها عاقل ومعناها بواسطة، أو بي لو جه وراها غير عاقل. فهنا لما أجي أقول جو في أو كلوب افك ميزامي، أذهب إلى النت مع أصدقائي. لكن لما أجي أقول هنا جيكري افك لو ستيلو، ده معناها مش مع القلم، أكتب مع القلم، لا أكتب بالقلم. إذا جاء وراها غير عاقل تبقى معنى بواسطة. وبرضه لما اجي اقول il regarde Mona avec admiration، يعني باحترام، انه ينظر الى منى باحترام. طيب اخذنا بالنا، يبقى كلمه avec بتعني معنيين، والاهم بالنسبه لي الاولاني اللي هي المعنى مع، لان جاي وراها عاقل، لكن بمعنى بي او بواسطه لو جاي بعدها غير عاقل. Merci mes élèves et à la prochaine fois. شكرا على متابعتكم للفيديو وللمرة القادمة، وأشوفكم على خير، ودايما بذكركم باللي جاي.